أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، أحييكم أنا في لايف جديد. مساء الخير على حضراتكم. تبكي النهاردة يعني من الأول مرة أطلع في موعد متأخر، ولكن يعني صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في أخبار كثيرة ومعلومات متداولة، منها أو معظمها يعني يحتمل الخطأ وعدم تحري الدقة فيما يتعلق بتطورات يعني تخفيف الأحمال أو استثناء محافظة أسوان والأقصر من خطة تخفيف الأحمال، واللي أثارها بعض الإعلاميين خلال برنامجه بالأمس. ولكن خلينا نتفق ونتكلم بشفافية مطلقة أن النهاردة كلنا بنعاني من ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية. بالطبع أسوان أو الأقصر لها ظروف خاصة، لأنه احنا عارفين أن هي قريبة من خط الاستواء، وبالتالي درجات الحرارة بتكون صعبة جدا جدا. نفس الحال على حلايب وشلاتين اللي هي تتبع شركة القناة لتوزيع الكهرباء. يبقى إذن وعندنا بعض المناطق اللي هي بتتقاسم، لو بنتكلم في سيوة، في بعض الأمور سيوة دي تبع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. إذن الأمر يعني بناء على مصادر أو وفقا لمصادر خاصة ومسؤولة اختصتنا في موقع مصراوي، أنه وضحت الأمر في متروك ل يعني مجلس الوزراء قرار استثناء أي محافظة، قرار أمن قومي بحت. وزارة الكهرباء بدورها أن هي بتنفذ التعليمات والتوجيهات وما يملى عليها من قبل مجلس الوزراء والسلطات المختصة، وإلى ذلك شركة التوزيع اللي تتبع عليها المنطقة أو المحافظة. احنا بنتكلم على انه محافظتي اسوان والاقصر دول تابعتين لشركه مصر العليا توزيع الكهرباء، اللي بتقدم خدماتها للمواطنين في من محافظات سوهاج حتى اسوان. لو هنتكلم على ان احنا امبارح كان في اخبار انتشرت لم يتم صحتها بعد، ولكن في منها ما يعني يتم الغرض منه يعني احداث يعني بلبله وتشكيك واحداث يعني أمور تمس الرأي العام، أو خاصة في أنه في ناس توفيت على الحدود المصرية مع السودان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وبسبب خطة تخفيف الأحمال. احنا مش عايزين نرد على الكلام ده وندخل نفسنا طرف، احنا لكن احنا بنتكلم بشفافية وموضوعية، ألا وهي أنه خطة تخفيف الأحمال بيتم تطبيقها على مستوى المناطق بمحافظات الجمهورية المختلفة، من تبدأ من الساعة 3 عصرا وتنتهي 7 مساء. كنا أو أعلنت وزارة الكهرباء والبترول في بيان مقتضب أنه كان عودة العمل بنظام تخفيف 2 ساعة عن كل مكان بدلا من 3 ساعات، كان ده يوم واحد علشان كان في بعض الأمور الفنية وكان في شفافية ووضوح. وشفنا أنه متحدثي وزارتي الكهرباء والبترول طلعوا في برامج تلفزيونية وتكلموا، وإحنا نشرنا كنا في مصراوي وإن كنا سبقنا يعني كل الكلام ده، ولكن يعني القول الفاصل أنه حتى اللحظة لم يتم إصدار أي قرارات أو توجيهات أو تعليمات لشركة مصر العليا توزيع الكهرباء تتضمن يعني استثناء محافظتي أسوان والأقصر من خطة تخفيف الأحمال. الكلام عاري تماما من الصحة يعني، وإنما هناك بعض التوضيح اللي أنا أتكلم مع حضرتكم، سواء في محافظات الأقصر أو محافظة أسوان، هناك بعض الفنادق بيبقى ليها تغذية مباشرة، أي مش يعني بتدفع رسوم للشبكة الكهربائية وليها محطات محولات أو تغذية كهربائية يعني خاضعة أو هي يعني الفنادق أو المنشآت السياحية هي اللي يعني بتتحمل تكلفتها باستثناء طبعا يعني باقي المشتركين. دول اللي هم بيتم يعني استثنائهم من الفصل لأنهم هم بيتمتعوا بخدمات خاصة بعيدا عن الشبكة القومية أو بعيدا عن بحسبه بسعر محاسبة غير سعر المشتركين أو المواطنين في جموع المناطق على مستوى الجمهورية. نفس الأمر برضو في مناطق زي منطقة الساحل الشمالي والعلمين، دي برضو في تغذيات مباشرة تستمد الطاقة الكهربية من خلال محطات محولات ومن خلال يعني مولدات، أو بيتم يعني أو تقوم بتوليد الطاقة الكهربية من خلال استخدام يعني المازوت أو استخدام السولار في توليد الطاقة الكهربية، أو من خلال استخدام الطاقة الشمسية في توليد
الميجا وات اللازمة لتشغيل يعني الخدمة في بعض القرى السياحية أو المناطق. ولكن اللي بيتم استثناؤه فعليا من قبل يعني شركة مصر العليا توزيع الكهرباء هو المعابد والمتاحف اللي مربوطة على الشبكة القومية للكهرباء. تمكن احنا كنا نشرنا القصة بتاعت معبد دندرة واللي هو كان يعني مربوط يعني مغذي أو بيغذي بعض القرى المجاورة، لأنه كونه هو بيقع على الظهير الصحراوي الغربي، فكان يعني حصل انه تنسيق مع بين وزاره الكهرباء ممثله في شركه مصر العليا مع وزاره السياحه، وتم التنسيق انه ما فيش اي قطع او تخفيف بيتم عن المعابد الاثريه او المتاحف. هنتقل للجزئيه الثانيه من اللايف بتاعنا وهو مصير اجازه عيد الاضحى. احنا عارفين كل سنه وحضراتكم طيبين انه اجازه عيد الاضحى هتبدا من يعني خلاص يوم الجمعه المقبله ان شاء الله باذن الله، وتستمر حتى الجمعه تقريبا. احنا بنتكلم في 9 ايام اجازه ورا بعض، الناس كلها بتتساءل هل هيبقى في وقف ل يعني خطه تخفيف الاحمال خلال الفتره ام لا. الامر متروك حتى اللحظه لمجلس الوزراء، هو من سيقرر هل سيتم العمل بنظام تخفيف الاحمال خلال اجازه عيد الاضحى ام سيتم وقف العمل بخطه مثل ما حدث في اعياد الاخوه الاقباط والمسيحيين. تمكن انا وان كان برضه في كنت اتكلمت مع مصدر كبير في وزاره الكهرباء وانه كان قال لي ان هو مطروح انه يتم وقف تخفيف الاحمال منذ يعني يوم الوقف اللي هو موافق يوم السبت المقبل، ممكن لمده 3 ايام او 4 ايام وبعدها يتم الاستكمال، او ممكن خلال الاجازه، خاصه انه طب انا سالت حضرتك انه الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه برضه هياخدوا اجازه، وده هيساهم بشكل كبير جدا في انخفاض الطاقه الكهربائيه المستخدمه اللي مش بالطبع. ولكن اللي اقدر انا اتكلم فيه او اكده لك انه جاري حاليا يعني التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لوضع حلول جذريه ووضع رؤيه تتضمن يعني هيبقى قد ايه، هل ممكن هنشهد ان الاسبوع المقبل ده هيكون في وقف لتخفيف الاحمال و بعد انتهاء الاجازه يتم استكمال العمل بخطه تخفيف الاحمال. الامور يعني فيها نوع من انواع الغموض، ولكن تمكن المصدر اكد لي انه يعني ان شاء الله باذن الله بضمن حضراتكم انه عيد الاضحى او وقفه عيد الاضحى وعيد الاضحى وتاني يوم عيد دول اكيد ان شاء الله باذن الله هيبقى فيهم خطه وقف تخفيف الاحمال. عارفين انه عيد الاضحى بيبقى ليه يعني مناسك وبيبقى ليه روحانيات ممثله في يعني الذبح، وطبعا الحاجات دي عشان اللحوم وما يعني يستلزمهم من يعني توفير الطاقه الكهربائيه لتشغيل الثلاجات والاجهزه المنزليه. مستمرين مع حضراتكم في تقديم كافه يعني ما هو جديد من احداث وتطورات واخبار على مدار الساعه. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله نبشركم قريب بقرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال خلال اسبوع اجازه عيد الاضحى. مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد اضحى سعيد. شكرا جزيلا.